الأمريكان عاوزين يفرضوا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. طب أنا عايز أعرف بجد والله العظيم، هو العالم ما يعرفش يفرض عقوبات على أمريكا؟ يعني ماذا عن استبدال مثلا البترو دولار، اللي هو ارتباط الدولار بالنفط، بأن احنا نستبدله مثلا باليورو دولار، باليوان دولار، الجنيه دولار، الريال دولار، غلط. يبقى البترو ريال، والبترو درهم، والبترو يوان، والبترو جنيه، والبترو يورو. مين اللي قرر انه لازم يتباع بالدولار؟ الامريكان. طب ما نقرر ان احنا يتباع بعملاتنا احنا، هيحصل ايه يعني؟ هيعملوا لنا ايه؟ ده الدولار يتهبد هبده يا اولاد. طيب الامريكان عاوزين يعاقبوا المحكمه اللي بتعاقب. عمر حد سمع الجملة دي يا جماعة؟ عمرك سمعت ان في محكمة بتتعاقب؟ حد عمره سمع حاجة اسمها كده؟ يعني محكمة مثلا بتقضي بكذا في اي بلد في الدنيا وتحت اي ظرف من الظروف، في حاجة اسمها طب احنا هنروح نعاقب المحكمة؟ الا طبعا الاخوان، الاخوان دول كانوا حدوتة تانية لما راحوا يعاقبوا الدستورية العليا ايام حصار الدستورية العليا، لو كنتوا حضراتكم تتذكروا. طب ما الاخوان برضو تربية الانجليز والامريكان، الطينة من نفس ذات العجينة. طيب خليني أخد معانا على التليفون أستاذ أحمد محارم، المحلل السياسي، محدثنا من واشنطن. أهلا بيك. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. مساء النور أستاذ أحمد محارم. بالتأكيد أنه الخبر المتعلق بأنه واشنطن بتدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مش بس مفترض أنه يثير حفيظة المحكمة ويثير حفيظة المجتمع الدولي، لكن هو يدعو إلى المزيد والمزيد، بل كل الغرابة من التبجح الشديد. كيف رأيت هذا الخبر يا أستاذ؟ يا فندم احنا المصريين عندنا أمثلة وحكم بتظهر في التوقيت المناسب. احنا بنسمع عندنا حاجة يقولوا اللي اختشوا ماتوا، بس الحقيقة اللي اختشوا المرة دي هو العالم كله، والعالم مش هيموت. الإحراج اللي حصل في الداخل الأمريكي، أولاً أفرزت حرب 8 شهور، حرب إسرائيل على قطاع غزة، أفرزت مفاهيم جديدة جداً. محكمة العدل الدولية احنا عارفين قصتها، المحكمة الجنائية الدولية من 22 سنة طبقاً لاتفاقية روما. أمريكا وإسرائيل وأعتقد الصين ويمكن موسكو كمان، في بعض دول مش موقعة عليها. وبالتالي نرجع نقول اللي اختشوا ماتوا. لما تقول الأمم المتحدة المحكمة العدل الدولية هي السلطة القضائية التابعة للأمم المتحدة، لكن الجنائية الدولية ما بتتبعش لحد، بتتبع نفسها. وبالتالي الكلام اللي قالوه الحقيقة برضو فيه خطورة جدا، لأنه ما فيش محكمة تحاكم أو تتهم أو تطلب يعني توقيف طرفين، طرف معتدي وآثم العالم كله واقف ضده وبيتعجب، وطرف مغلوب على امره. صحيح. يعني لما المحكمه تطلب ايقاف ثلاث شخصيات كباره في اسرائيل ابتداء من رئيس الوزراء، ماشي الكلام ده معقول والعالم كله يتوقعه بل ويتمناه. نحطوا كمان الجماعه القاده بتوع فلسطين او قاده حماس ابتداء من اسماعيل هنيه واخرين والسنوار ومحمد الضيف. الكلام ده لو اجيز هتبقى سابقه خطيره جدا، ان اول مره اولا المجتمع العالم كله، الامم المتحده، المجتمع الدولي بيعرف ان اي دوله عندها احتلال، وفلسطين ده اخر احتلال في العالم، اخر واطول احتلال، مشروع له من قرارات الامم المتحده ان شعبه يحارب ويقاوم ويقاتل لاسترجاع ارضه. فده حق مكفول. اذا كان الكلام اللي بيتقال والمحكمه عايزه تجيب الجاني والضحيه مع بعض، ده هيبقى كلام جديد وخطير، ان في المستقبل اي حد عنده مقاومه أو بيطالب بحقه أو بيدافع عن أرضه يبقى متهم ويبقى إرهابي. فيعني نص الطلب حتى بتاع المحكمة غير مقبول. ومع ذلك إحنا لسه ما مشيناش تاتا تاتا، ما فيش أي خطوات، ده مجرد مطالبة هتاخد وقت. تطلع أمريكا تقول لك لا، إلا إسرائيل. طب يعني إيه، يعني إيه أمريكا عايزة تعاقب المحكمة؟ يعني تعمل إيه؟ هو ده السؤال اللي حضرتك سألته، ومحتاجين يعني حد برضه يفسر. ما احنا ما اشتغلناش محاكم، بس زي ما سيادتك مثلا لو محكمه في مدينه من المدن واقف قدامها راجل بيبيع مثلا سندوتشات ومش عاجباه المحكمه،
يروح مثلا جاي اتفضل فجاي يقفلوا الباب الاخوان بس معاقب المحكمه يعني مثلا او يحدفوا طوب او يعني الحاجات اللي احنا ايه دارين عليها اللي اسمها في جهه رافضه ومش عاجبها مش عاجبها العداله ولا الحقوق فبتعمل نوع من العنف الغير مبرر صحيح لكن بس طبعا بتبقى جماعات رافضه او جماعات ارهابيه او جماعات غير منظمه بس دوله بحجم امريكا تتحدى العالم كله وتقول على الملا انا حدرس يعني كلمه حدرس دي لسه ايه محتاجه فكر في الموضوع إيه؟ يعني اشوف مثلا وهتدرس تعمل ده ازاي امام وده يمكن جزء من السؤال اللي أنا عايز أسأله أمام مظاهرات وزخم طلابي عظيم الحقيقة بقدر ما هو جارف بقدر ما هو كمان مبهر الزخم الطلابي اللي موجود في أمريكا هل لازال هذا الزخم المتعلق بالحراك الطلابي في الولايات المتحدة وأنه كمان جوه الليدنج يونيفرسيتيز أو الجامعات الرائدة أو الجامعات القائدة اللي موجودة لازال محافظ على نفس حجمه ونفس ثقله لازال بيتمدد وبيكبر جوه أمريكا؟ طبعا بيكبر وهناك من يقول وقول يعني نعتد به أن أمريكا فقدت الحكمة البوصلة اختلفت لما الثمان شهور اللي فاتوا دي قد ايه اسرائيل وضعت امريكا في مواقف حرجه جدا ومستمر الحرج وانت يا رئيس امريكا عندك تحدي كبير نوفمبر الجاي على الابواب اربع شهور عندك انتخابات والحراك الطلابي والحراك المجتمعي في الداخل الامريكي بل حتى كمان انتقل لاوروبا ما حدش راضي عن اللي بيحصل ومع ذلك برضه اسرائيل ما بتستجبش ولا بتستمع لاي نداء لا نداء عقل ولا نداء غير عقل وحط العالم كله على كفة مهتزة يعني كان في وجع في قلب إسرائيل بدأ من 7 أكتوبر ما انتهاش الوجع بل انتقل لأمريكا الصورة الذهنية الحقيقية الأمريكان مش راضين عن إن دي تكون صورة بلدهم لما إدارة بقالها تقريبا 4 سنين قال في بداية حكمه أنا مش هخش بأمريكا في حروب بايدن ومش ههتم بالشرق الأوسط ما يهمنيش ومع ذلك بقاله 2.5 سنين منغمس ومتورط في حرب اوكرانيا او دعم حرب اوكرانيا او حرب روسيا ضد اوكرانيا كمان الانغماس الاخراني بتاع 7-8 شهور والجرجره اللي اسرائيل مجرجرها له ومع ذلك في سفاله سياسيه وتبجح ان القياده في اسرائيل بيقولوا احنا مش عاجبنا الكلام بتاع امريكا هم فاهمين نفسهم ايه؟ هم فاهمين ان احنا الدوله اللي احنا دوله مستقله ولنا احنا مش النجمه 51 في العالم الامريكي فالحقيقه يعني في هي دايما بتبقى على حسب الظروف يعني احيانا يريدون ان يتعاملوا باعتبارهم النجمه رقم 52 واحيانا يريدون ان يتعاملوا باعتبارهم دوله حره لها ان تفعل ما تشاء دون اي وصايا. خليني اشكرك مره ثانيه استاذ احمد محارم المحلل السياسي بواشنطن.